يجب أن تكون حسينياتنا عاملة الآن على الأكثر خاملة. حسينية لازم مركز انطلاق. مركز انطلاق يعني شنو؟ يعني هذا شيء الذي يجب أن تقوله فوق المنبر ويجب أن تقوله تحت المنبر. يعني الحسينية لازم قراية، صح، لازم توزيع كتب، لأن توزيع الكتب المنبر سمعه وانتهى، أما الكتاب يذهب به إلى داره ويطالع هذا الكتاب، هو ولده، صديقه، بنته، جاره، أبوه، لازم يصير مركز توزيع كتب. يعني لنفرض الآن أن الحسينيات الموجودة مثلا، حسينيات مال أصدقائنا أقصد، فرد 20 حسينية، في هالعشرين حسينية في 10 محرم 13 يقين 250,000 إنسان يجون، 250,000 كتاب لازم يوزع، مثل الشاي يجب أن يكون الكتاب. يعني وقت اللي يأتي فرد واحد إلى القراية يسأل عنه، أنت عالم أو جاهل، أنت كبير أو صغير، أنت رجل أو امرأة، أنت شريف أو وضيع، أنت غني أو فقير، أنت تقرأ أو لا تقرأ، يسألوا يقدموا له شاي، أو في ليلة عاشوراء يقدموا له طعام. كتاب لازم نفس الشيء، حتى إذا مرأة وحتى إذا لا تقرأ لازم تعطى كتاب، لأن الكتاب توديه إلى بيتها، ابنها يقرأ الكتاب ويثقف، ابنها، أخوها، أبوها، زوجها، فرد واحد منهم، حتى نحن نثقف الناس تثقيفا. والتثقيف آثار مو بالعجل يظهر، يعني أنتوا شوفوا أنتوا الطلاب بالعجل صرتوا أو في ظرف سنتين صرتوا هالكثر، في ظرف سنتين 3 سنوات صرتوا. الثقافة هكذا تنمو رويدا رويدا. لازم توزيع كتب في الحسينيات والمساجد، وهذا مو خاص على حسينيات مال أصدقاء، كل الحسينيات لازم هالشكل. يزيد تمكن أن يقتل الإمام الحسين للظلام الموجود على الأمة الإسلامية. إذا ما كان ظلام يزيد كان يتمكن يقتل الإمام الحسين، ظلام الجهل. الآن هم في العالم الإسلامي أكو منتشر ظلام الجهل. إذا ظلام الجهل ما كان منتشر في العالم الإسلامي، الغربيون والشرقيون كان يتمكنون يحكمون؟ أبدا. ظلام الجهل موجود. الإمام الصادق يقول عليه الصلاة والسلام: ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا. الفقه يعني الفهم، السياط يعني واحد اللي يضرب هواي صوت، صيغة مبالغة، مثل ضراب، مثل علام، حتى يفهموا. الإنسان الذي لا يفهم كالأعمى، ليس الأعمى كالبصير. والله في القرآن يقول: هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور؟ الجهل ظلمة. هذه الظلمة يجب أن نبددها بسبب تثقيف. من جملة التثقيف الكتب. أي حسينية إنسان يروح يشوف صاحب الحسينية، يا أخي بلسان طيب، لماذا ما توزع كتب؟ هذول شبابنا، لازم نجمعهم، لازم نعطيهم فقه، لازم نعطيهم إسلام، لازم نعطيهم تشيع، لازم نعطيهم تواضع، أخلاق، آداب. وزع كتب أيضا.